بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا لإصحاح 10 في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. الإصحاح اللي فات كان بيتكلم كلام قاسي ضد اليهود، فعشان كده بدأ الإصحاح العاشر بيرتب الجو. أيها الإخوة، إن مسرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. مسرت قلبي يعني شهوتي، رغبتي العميقة أن يخلص. وطلبتي إلى الله مش مجرد أن أنا بس بريد برغب، لكني أيضا بأصلي من أجل هذا الأمر، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. يقول الناس دي كويسة مش وحش، بس الغيرة بتاعتهم ليست حسب المعرفة. أحسن واحد يقدر يحس بيهم هو بولس الرسول نفسه، لأن هو في يوم من الأيام كان بيضطهد الكنيسة غيرة من أجل الله لكن ليس حسب المعرفة. كان بيظن أنه هو لما يقتل المسيحيين بيرضي الله، ودي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، إن هيجي وقت يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. هو مش عارف، هو مفكر ربنا مبسوط بكده، زي لما يجي واحد مش مسيحي عايز يحرق كنيسة، هو في ضميره من جوه بيعمل خدمة لله لأنه حاسس إن الكنيسة دي ضد الله حسب اعتقاد، وإن الناس اللي في الكنيسة دول كفرة، وإنه علشان يخلص العالم من شرهم لازم يحرقهم، وإنه لو حرقهم وحرق كنيستهم ربنا هيبقى مبسوط منه فيعمل كده. لدرجة إن في بعضهم بيفجروا نفسهم زي ما أنتوا بتسمعوا. طب اللي بيفجر نفسه ده إيه؟ يعني لو كان مثلا هيروح يرمي قنبلة ويجري وهيدوله مكافأة عليها كنا قلنا الإغراء المالي خلاه يعمل الجريمة دي، لكن اللي هو ربط وسطه بحزام فيه ديناميت ولا فيه متفجرات مش عارف كم طن، وبعدين يروح يرمي نفسه في حتة ويفجرها ويموت معاها وهو ما يلاقهوش، بيبقى بعد كده يعني فتفيت. ده ايه ده؟ ده قعدوا الأول مسحوا مخه قالوا له لو عملت كده هتروح الجنة، لو عملت كده هيبقى لك مكانة عظيمة جدا عند ربنا وربنا هيفرح بيك لأنك موتت الناس. فهو عملها بغيرة بس عن غير معرفة، عشان كده مش مفروض ان انا ازعل منه، مفروض ان انا اعلمه واقول له لا اللي انت بتعمله ده مش مظبوط، ربنا مش عايز كده، بس على ما تطلعها من دماغه دي عايزة وقت. فنفس الحكاية بيقولها معلمنا بولس، الناس اليهود دول انا مش زعلان منهم، انا صعبان عليا لان هم ليهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة، بيقدموا خدمة لله لكن ربنا مش مبسوط من هذه الخدمة. ليه بقى؟ لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. إيه حكاية يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم؟ عامل زي الحكاية بتاعت الفريسي والعشار بالظبط، دي بتفسرها يعني. وعلى فكرة ده الموضوع اللي احنا بنحكي فيه من أول رسالة رومي. بر الله إن الله يبررني، لما أجي أقول له يا رب أنا غلطان أنا آسف يقول لي خلاص وأنا سامحت خلصت. لكن بر أنفسهم أقول له لأ، هي كده أوانطة، ده أنا لازم أعمل 50 مطانية كل يوم عشان تغفر لي، ولازم أصوم طي ليل لمدة 50 يوم علشان تغفر لي، ولازم أسهر الليل كله ما نامش وأبكي وأقرع صدري عشان تغفر لي، وأنا حاسس إن العمايل دي هتقتحم الله وتاخد منه الغفران بقوتي وبشغلي وبجهادي، فده بر الذات. الفريسي لما وقف يصلي قال اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس، بصوم يومين
وبعشر وبعمل كل حاجة كويسة، ولست مثل هذا العشار. يعني هو بيفتخر أمام الله ببره وبأعماله. الثاني وقف حاسس إنه ما عندوش رصيد، فعينيه متطية في الأرض ويقرع صدره وقال له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. خرج نزل إلى بيته إيه؟ مبررا دون ذاك. تقول يعني معنى كلامك مش مفروض نعمل مطانيات ولا قرع صدر ولا صوم ولا صلاة ولا سهر؟ أقول لك لا، أعمل دي لكن ما افتخرش بيها قدام الله. أعمل دي وما اعتبرهاش هي السبب في أن الله بيرحمني. هو بيرحمني لأنه رحوم، بيرحمني لأنه بيحبني، لكن ما يمنعش أن أنا أزعل شوية على نفسي وعلى خطيتي، وما يمنعش أن أنا أقدم نوع من النسكيات كتعبير عن ندمي وحزني على خطيتي. لكن اوعى تفكر انه بكثرة البكاء ولا بكثرة قرع الصدر الله يتغلب ويديني غصب عنه الغفران. هو بيديني برضاه عندما اصرخ اليه واقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. اليهود ما كانوش فاهمين دي وما زالوا مش فاهمين دي. اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله. وبر انفسهم ده اللي بتسموه البر الذاتي. البر الذاتي دايما يؤدي الى الكبرياء. وتلاقي واحد في الكنيسه وفينا ناس كده تلاقيه متقالط وحاسس انه احسن من غيره، واكتر صفه تكشفه انه كثير الانتقاد. ما عجبوش حاجه في الكنيسه، لا البطرك ولا القسيس ولا الفراش، فيش حاجه عجباه، ويظن في نفسه ان هو لو مسك في ايده مقاليد الامور هيخلي الكنيسه احسن من كده، لانه يفتخر ببره الذاتي. طبعا هذا البر قدام الله ملوش معنى. كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم، عشان كده لم يخضعوا لبر الله. كلمة لم يخضعوا معناها لم يستفيدوا ببر الله. كأن بر الله عاملة زي مظلة أنا لو دخلت تحتها هستفيد بيها. يقول لك عايزين نعمل مظلة التأمينات تشمل كل المصريين، فأنا دخلت تحتها أخدت الفايدة بتاعتها. ففي واحد يقول لك أنا مش محتاج الحاجات دي، تأمين إيه وبتاع إيه؟ أنا عندي فلوس ما بتخلصش، فما يشتركش في التأمين، فيبقى ما استفادش بيه، معتمد على ايه؟ ثروته. لكن الانسان التاني يقول لك لا، انا حتى مهما كان عندي انا محتاج ربنا، لازم ادخل تحت المظلة بتاعته واخد من بر المسيح، لان البر بتاعي زي اللتر. في الاجبية بنقول وبأعمالي ليس لي خلاص. ليه؟ لان انا حاسس ايه اللي عملته انا؟ ايه اللي عملته يعني؟ مهما عملنا من البر فنقول ان احنا ايه؟ عبيد بطلين. لان غاية الناموس هي المسيح. كلمة غاية يعني هدف، نهاية. الناموس دوت اخرته ايه يعني؟ اخرته عرفني المسيح. تخيل بقى لما يكون واحد ماشي في الناموس وفي الاخر ما وصلش للمسيح، يبقى تايه. فبيقول اليهود انتوا ايه؟ انتوا ماسكين قوي في الناموس وانتوا مش عارفين ان الناموس دوت اساسا معمول عشان يوصلني للمسيح. طب لما اوصل للمسيح يحصل ايه؟ يقول لك غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. زي ما قال في رسالة تانية ان الناموس كان مؤدبنا، بيأدبنا لغاية ما يجي المسيح. متى جه المسيح لسنا بعد تحت مؤدب، صرنا أحرار. فالناموس ده بيظبطني عشان يوصلني للمسيح. عامل زي في العهد القديم لما موسى النبي أخرج بني إسرائيل من أرض مصر وعبروا في البحر الأحمر وتاهوا في برية سيناء لمدة 40 سنة،
عشان يوصلوا أرض الموعد. مين دخلهم أرض الموعد؟ يشوع. موسى يمثل الناموس ويشوع يمثل يسوع. فالناموس يخرجني لكن معاش يدخلني السماء. لازم يجي يسوع اللي هو يدخلني. فإذا كنت يا شخص يهودي يعني ماشي ورا موسى، ما تنساش ان موسى سلمنا ليشوع. او بمعنى اخر بقى، لو كنت ماشي ورا الناموس بتاع موسى، ما تنساش ان الناموس مفروض يوصلك ليسوع اللي هو يشوع الجديد. غاية الناموس هي المسيح، واللي بيقتني المسيح هياخد البر لكل من يؤمن. طبعا هنا كل دية بينبر بيها معلمنا بولس ان لا فرق بين يهودي واممي. اذا امنت بالمسيح وانت يهودي تاخد البر، واذا امنت بالمسيح وانت اممي هتاخد البر لكل من يؤمن. وبعدين لانه بيتكلم مع ناس يهود كان لازم يجيب لهم شواهد من العهد القديم عشان يصدقوا كلام. فقال لهم في موقفين، في بر جاي بالناموس وفيه بر جاي بالإيمان. وهجب لكم آيتين من العهد القديم. أول آية: لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، يحيا بالناموس. ودي آيات كثيرة جت في العهد القديم. مثلا ربنا يقول: فتحفظون فرائدي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها أنا الرب. جت في لوين 18:5. وفي سفر نحمية لما وقف يعتذر قدام الله عن خطايا الشعب، قال له: الناس دول أخطأوا ضد أحكامك التي إذا عملها إنسان يحيا بها. وكتير من الآيات كده ممكن تجمعوها، يعني إن الإنسان يحيا بعمل الناموس. لكن حقيقة الأمر، من يستطيع أن ينفذ الناموس بقدراته بإمكانياته من غير نعمة ربنا؟ حدش. الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. إحنا يا مسيحيين مين فينا يعيش بلا خطية لمدة أسبوع؟ مين فينا بيقدر؟ إذا كان هو الشرط مش هقدر أحيا إلا إذا نفذت الناموس، فأنا محكوم علي مقدما بالموت، الموت الموت. صح كده؟ لأن أنا مش هقدر أنفذ الناموس. أما البر الذي بالإيمان، الآية بقى اللي بعديها، فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. جاب لهم برضو مرجع من موسى النبي، بس هو موسى ما قالهاش بنفس اللفظ ده، هي جت في سفر التثنية إصحاح 30، بيتكلم فيها عن الوصايا والناموس. بيقول إيه الآية رقم 11: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك، عسرة بالسين يعني صعبة، ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. إيه بقى معنى الكلام ده؟ في المنظر الأولاني قال لنا أن موسى اتكلم عن البر الذي بالناموس، أن الذي يفعلها يحيا بها، ودي في الحقيقة مش هنقدر عليها. لكن حتى موسى نفسه
اتكلم عن بر آخر قريب جدا إليك وسهل. أما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح. هو كان موسى قالها من يصعد للسماء عشان يجيب لنا الوصية، فالوصية هي كلمة الله والمسيح هو كلمة الله. بس المسيح هو الكلمة الذاتي، كلمة اللي هو جوهر الله، وأما الوصية فهي كلمة الله المنطوقة يعني. فبيقول اوعى تقول في قلبك مين يقدر يصعد السماء عشان يجيب لنا المسيح، او مين يقدر يهبط للهوية اي يصعد المسيح من الاموات. دي معناها ايه؟ معناها المسيح قريب جدا ليك، مش محتاج منك مجهود ضخم يعني. قولولي انتم، احنا بناخد نعمة غير موصوفة في سر المعمودية، ايه المجهود اللي بنعمله؟ هل عشان الواحد يبقى ابن لله بيتسلق جبل عالي بنقول له اطلع السماء وانزل؟ هو ايه المجهود اللي احنا بنعمله عشان نبقى ابناء لله غير ان الواحد يتغطس في المية 3 مرات؟ ايه المجهود اللي بنعمله عشان نتناول من جسد الرب ودمه؟ ده انت الحاجات اللي بنستخدمها دي تلاقي مصانع ضخمة جدا ومجهود شاق وفريق ضخم من العمال واختراعات وشغل عشان يطلع لك حتة ترابيزة ولا حتة ريكوردر ولا. طب انت بتقتني جسد الرب ودمه بأنهي مجهود؟ ايه المصنع اللي بنعمله عشان نجيب في جسد الرب ودمه؟ نعمل ايه؟ بنيجي نصلي قداس نلاقي جسد جايبنا جاهز كده. فعايز يقول هو البر ده بقى بالإيمان، انت مش مطالب بمجهود ضخم غير انك انت تصدق وتآمن ان اللي بيتغطس في المية بيبقى ابن جديد، وان اللي بياكل من جسد الرب ودمه بيتحد بالله، وان اللي على المسبح ده جسد حقيقي ودم حقيقي. فيها صعوبة؟ او لا مش صعب. يقول خلاص هو ده الإيمان، ده البر بالإيمان، ما انتش محتاج تعمل حاجات صعبة. عكس بقى بتاع الناموس اللي كان عمال يقول له لا تقتل لا تزني لا تشهد بالزور لا تشتهي لا اكرم اباك وامك وادفع العشور واعمل عنايه. طب انا مش قادر اعمل ده كله، يبقى ضعت. فيجي يقول لي لا بقى في حاجه ثانيه جديده بتاعت المسيح: اذا امنت اتقدم وخد هتاخد البر. لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء، اي ليحضر المسيح. لما اقول لك تعالى يا اخ اتناول، انت عايل هم ليه؟ وانت تتعب في ايه؟ ولما اقول تعالى عمد ابنك فيها ايه مجهود؟ قد المقصود بيها. ما فيهاش مجهود عنيف انك تطلع السماء تجيب لنا المسيح، او تنزل الهوية وتطلع لنا المسيح. هو قريب منا. ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها قريبة منك. ده الإيمان بقى، ده البر اللي بيجب الساهل. لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. حكاية سهلة أوي يعني. بقى الناموس كله بيتلخص في الكلمتين دول: إن أنا أقول أن الرب هو يسوع، وإن أنا أؤمن أنه قام من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. طبعا إخواتنا البروتستانت بيستخدموا الآيتين دول على أن خلاص بقى مفيش حاجة تاني، هو الإيمان والاعتراف باسم المسيح وكفاية. وعلى سبيل على حس دي بقى يلغوا المعمودية وأهميتها للخلاص، ويلغوا التناول وأهميته للخلاص، ويلغوا الأعمال الصالحة، ويلغوا الحاجات اللي احنا بنعلم بيها حسب الإنجيل. تقول لي طب ما هو صح، ما الآية بتقول كده. أقول لك لا، اسمع بقى. لما يقول لك إن اعترفت بفمك برب يسوع أمنت بقلبك خلصت، معناها حطيت رجلك في أول سكة الخلاص. لكن لسه في حاجات تانية.
زي ايه؟ لما سجان فيليبي آمن بالمسيح وقال لمعلمنا بولس وسيلة في السجن: ماذا أفعل؟ فقالوا له إيه؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. لو قالوا له تخلص أنت كان جايز تبقى مبلوعة، لكن وأهل بيته ليه؟ هو في واحد في الدنيا لما يآمن الجيران والحبايب يخلصوا؟ هنا كأنه بيقول له أول الطريق وآخر. لو أنت آمنت هتتعمد، وأهل بيتك هيأمنوا زيك ويتعمدوا زيك، وبعدين تعيشوا مسيحيين وتموتوا مسيحيين فتدخلوا السماء. يعني حطها في الأول والنتيجة الأخيرة. وفي العربي يقول لك حذف المعلوم جائز. يعني بقيت القصة بدليل إيه بقى؟ يقول لك أخذهم في تلك الساعة من الليل، خدهم في بيته وغسلهم من الجراح، واعتمد هو الذين له أجمعون. فما أنت معلمنا بولس قلت له آمن فتخلص، ليه عمدته؟ يقول ما أنا كان قصدي كده، الإيمان وراه المعمودية. طب خلاص بعد ما آمن وتعمد انتهت القصة. يقول لا، أمال إيه؟ جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. في قصة تانية، عامل زي ما يكون في ولد بيقول لي: سيدنا أنا في الثانوية العامة. طب خايف ليه حبيبي؟ نفسي أنجح. أقول له ذاكر كويس وأنت تنجح. خلصت كده؟ لا، ما هو هيذاكر وهيروح المدرسة ويجيب كتب ويدخل الامتحان ويحل عشان ينجح. لكن لو هو بقى من النوع اللي بيفهمش، قلت له ذاكر وينجح، قال لي بس الحمد لله سهلة قوي، لا هروح مدرسة ولا هجيب كتب ولا هدخل الامتحان. ده هو قال لي ذاكر تنجح. لا، ما هتتفهم بقى ان انا بقول لك اول السكة واخرها، لكن في طريق. امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. فاللي مش فاهم يقول لك الايمان بس. يا حبيبي ما هو في سكة. وهنا برضو بيقول ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام الاموات خلصت. طبعا الجماعه اياهم دول يسهلوا بها الحياه الروحيه، يقول لك انت الارثوذكس بيعقدوكم ليه؟ دي هما كلمتين: تعترف بلسانك وتامن بقلبك، تبقى خلصت الحكايه. طبعا الاعتراف بالفم بالرب يسوع معناها ان يسوع هو ربي. كانوا زمان في الفتره دي يقولوا كيريوس سيزاريوس، يعني الرب هو قيصر، سيزاريوس اللي هو قيصر، كيريوس اللي هو الرب. يهتفوا في الاحتفالات زي ما احنا مثلا نقول تحيا جمهوريه مصر العربيه مثلا، هم يقولوا كيريوس سيزاريوس، يعني ربنا هو قيصر. فالمسيحيين كانوا بيفرقوا عن الوثنيين انهم كانوا يقولوا كيريوس جيسوس، الرب هو يسوع. وده اللي خلي الدوله الرومانيه كانت زعلانه من المسيحيين: انتوا بتخونوا الامبراطور لانكم مش بتعتبروه هو الرب. فدي بيقولها بولس الرسول: لو انت قلت ان يسوع رب تخلص. احنا بالنسبه لنا النهارده الحكايه سهله، لكن بالنسبه لهم كانت معناها ايه؟ قطع الرقبه. اذا اعترفت بفمك بالرب يسوع تخلص. لان الاعتراف ده ما كانش سهل. لما يقف يقول الرب هو يسوع مش قيصر، معناها بيعرض نفسه للقتل. فكونك بتقولها معناها ان انت من قلبك فعلا هناك ايمان عميق جدا. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. يعني دخلت في سكة الخلاص. طبعا يقول لك ده هنا فعل ماضي. خلصت يعني خلاص خلصت القصة. تقول لي طب حط جنبها الآية اللي بتقول تمموا خلاصكم بخوف ورعبة.
وحط جنبها الآية اللي بتقول الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، وحط جنبها الآية اللي بتقول من يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط، والآية اللي بتقول اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، عشان ما تبقاش آية واحدة نبني عليها العقيدة ونبقى مش مظبوطين، آيات جنب بعضها تبين المعنى اللي ربنا قصده. لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. نحن نؤمن بالمسيح من كل قلوبنا فنأخذ البر، نؤمن أن المسيح يبرر الفاجر، واللي بيؤمن بهذا الإيمان إيمانه يحسب له برا، ونعترف من أفواهنا ومن قلوبنا أن الرب يسوع هو ربنا وإلهنا ومخلصنا الصالح لمجد الله الآب. عندما نعترف بهذا الإيمان الأرثوذكسي نأخذ الخلاص، لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى. دي جابها بولس الرسول برضو من العهد القديم، وكأنه برضو بينبر يقول لهم أهو الكتاب اللي انتوا بتؤمنوا به بيقول كل من يؤمن به، ما قالش اليهود الذين يؤمنون به، كل من يؤمن به يهود وأمم، كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. رب واحد للجميع. أنت يا يهودي تنكر أن إلهك أنت هو اللي خلق كل البشر، يقول غان هو اللي خلق كل البشر، يعني خلق الأمم، أيوة يعني هو إله للأمم زي ما هو إله ليك لأنه خالق للجميع. ده شكل لأن ربا واحدا للجميع غنيا، وكلمة غنيا دي برضو بنقر بها لليهود، وأنت إلهك يا يهودي فقير ولا غني؟ الغني عنده إمكانية يضم ناس غيرك ولا أنت بس ما يقدرش يصرف عليك أنت بس يا يهودي فبيزنقه؟ مدام إلهك غني ممكن يضم للعيلة أفراد أخر ويصرف عليهم، أنت ليه تعتبره فقير وما يقدرش غير عليكم أنتم بس يا يهود وبتاعكم أنتم حكر عليكم؟ لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به. وجاب لهم آية برضو من العهد القديم، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. يبقى أنت ما عندكش حجة، كل من يدعو باسم الرب يخلص. وبعدين في الجزء الباقي هناك ستة مشاكل ممكن الواحد يحطها عشان تعطل الكلام اللي بيقوله بولس الرسول، فهو بيستعرض كل مشكلة والحل بتاعها. بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. جايز حد يقول كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. ده كأن واحد يهودي بيقول له هو كلامك مظبوط بس الأمم إيش عرفهم بالكلام ده؟ إيش عرفهم؟ لأن مفيش حد ربنا قال له روح اكرز للأمم، وطالما مفيش حد أرسل للكرازة يبقى الناس دي مش هتسمع، وطالما ما سمعوش مش هيأمنوا، وطالما ما أمنوش مش هيدعوا باسم الرب. قال لهم لا، عندكم آية بتقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. إذن ربنا هيبعت ناس مبشرين بالسلام مبشرين بالخيرات. تفتكر يا أخي يا يهودي هيبعت المبشرين بالسلام دول ليك أنت يلي عندك السلام من الأول وعندك الخيرات من الأول، ولا هيبعتهم لحد تاني ما كانوش عارفين السلام ولا الخيرات؟ وبعدين الكتاب نفسه بيمدحهم بيقول ما أقدم ما أجمل ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يبقى العهد القديم اللي انت تؤمن به يا يهودي وعد ان ربنا هيرسل ناس مبشرين بالسلام وبالخيرات للأمم،
فتيجي الاعتراض الثاني، لكن ليس الجميع قد قطعوا الإنجيل. يعني إذا كان أنت بتقول أن الله أرسل الأمم، طب إحنا يهود مش هنطيع الإنجيل، ويبقى الكلام اللي أنت بتقوله مش مظبوط، وعمال تقول الله للكل وبتاع، لا إحنا بالذات مش هنؤمن بالإنجيل. قال لهم ما دي معروفة، لأن إشعياء يقول يا رب ما صدق خبرنا. إشعياء عارف أن أنتوا مش هتأمنوا بالإنجيل، لهجات كمان دي. إذا كان الأمم هيبعت لهم، إذا كان أنتم عارف أن أنتوا مش هتصدق. لأن إشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، يا جماعة يا اللي مش عايزين تأمن. فيجي الاعتراض الثالث يقول إحنا ما سمعناش الإنجيل، ما سمعناش اللي انت بتقوله، احنا وداننا مش سمع. لعلهم لم يسمعوا. يقول لا، الى كل الارض خرج صوتهم والى اقاصي المسكونة اقواله. كل اعتراض يجيب له ايه من العهد القديم عشان يسكت اليهود خالص. اذا كنتوا هتعترضوا ان الامم محدش يروح لهم، لا ربنا قال يروحوا لهم. نمرة اثنين، إذا كنتوا أنتم مش عايزين تأمنوا، فعلا اتقال عليكم أنتم مش هتأمنوا. نمرة ثلاثة، إذا كنتوا قلتوا ما سمعناش ما لينا عذر، لا، إلى أقصى الأرض خرج صوتهم الأقاصي المسكونة وأقوالهم. يقول طب إحنا سمعنا لكن مش فاهمين. لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم. هنا لم يعلم يعني مش فاهم اللي سمعوا. يقول لهم ما موسى قال عليكم كده، قال انا اغيركم بما ليس امه، بامه غبيه اغيظكم. الامه الغبيه اللي هي في نظر اليهود الامم اغبياء ما بيفهموش. قال لهم اللي انتوا بتقول عليهم ما بيفهموش، فهموا. اللي انتوا بتقول عندهم ما كانش فيه استناره ولا فيه اباء ولا عهود ولا اشتراع ولا مذبح ولا كهنوت، فهموا. ودي متقالة قبل كده، ان ربنا قال لكم انا اغيركم يعني اغيظكم بما ليس امه، اللي ما كانوش امه لله، ما كانوش شعب لله، اغيظكم بيهم لانه هيعرفوا وانتم متعرفوش، بامه غبيه اغيظكم. وبعدين يختم بكلمه ثم اشعياء يتجاسر ويقول وبت من الذين لم يطلبوني. مين الذين لم يطلبوني؟ الأمم. وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. كل الأجيال القديمة اللي كانوا ما يطلبوش ربنا ولا يسألوا عنه، النهاردة عرفوه. أنت مستغرب ليه يا يهودي؟ ده إشعياء قال. وإذا كنت عايز بقى زيادة في الكلام، أما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. انت بتفتخر على ايه؟ ده الناموس نفسه والانبياء بيقولوا ان انتوا وحشين ومش عاجبكم ان الامم يبقوا كويسين. من جهة الامم قال وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. اما من جهة اسرائيل اللي هم انتم، فيقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. طبعا طول النهار معناها طول الوقت، طول العمر. بسطت يدي معناها ان انا بمدد لك ايدي وانت معاند ومقاوم. لكن كمان هنا تفكرنا بمنظر الصليب، طول النهار بسطت يدي على الصليب والشعب المعاند واقف يتريق ويستهين ويستهزئ بالمسيح. وفي الاخر مش عايز تقبل الامم. هنا معلمنا بولس بيوصف إسرائيل بالجهل، والجهل هنا فيه ثلاث أنواع من الجهل. نمرة واحد، إهمال المعرفة، إن تبقى المعرفة قدامك وأنت مش عايز تسمع، مش عايز تقرأ. تقول له طب ادي نفسك فرصة تقرأ. يا عم لا بحبش الحاجات دي. أنت عارف لو كان واحد جهل لأنه لم تتوفر له الفرصة جايز لي عذر، لكن واحد توفرت له الفرصة يسمع كلمة ربنا ورفضها، بيبقى مدان.
والنوع الثاني الجهل بسبب العمى المتعمد. يعني واحد دخل الكنيسة وهو غير مؤمن في جنازة ولا في غيره، وقف أبونا يتكلم كلام في منتهى القوة ومنتهى الإقناع، وهو قال لا 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 يمكن أصدق الكلام ده، فهو متعمد أنه يعمي عينيه عشان ما يعرفش الحقيقة. والنوع الثالث هو الجهل الكاذب، أنه عارف ولكنه يدعي عدم المعرفة، زي بالظبط ما رؤساء الكهنة كانوا عارفين أن يسوع دوت نبي عظيم، بس هم عاملين نفسهم بيستعبطوا عشان ياخدوا المسيح يقتلوه لأنهم خايفين على مراكزهم. يقول لك ده لو يسوع ده طلع نبي احنا هنضيع، فأحسن نخلص منه. فده جهل كاذب لأنهم كانوا عارفين لكنهم يدعوا عدم المعرفة. التلات أنواع دول بيعطلوا الخلاص، عشان كده يقول لك هلك شعبي عدم المعرفة. لكن عندما نعرف الله ندخل في سكة الإيمان، الإيمان الذي يخلص، الإيمان الذي يعطينا بر الإيمان بالمسيح يسوع. لإلهنا المجد الدائم لغد أجل.